يعاني سكان قطاع غزة من نقص حاد في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار مع استمرار التعنت الإسرائيلي في إغلاق كل المعابر الحدودية وفرض شروط صارمة على دخول البضائع والمساعدات الإنسانية للسكان الذين يعانون من العدوان والنزوح منذ أكثر من عام. المزيد في التقرير التالي. بعد أكثر من عام لا يبدو أن العدوان الذي يخوضه الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة وما خلفه من معاناة في طريقها للنهاية. فمن الدمار الكامل للقطاع وموت وجرح الآلاف فضلاً عن انتشار المجاعة والأمراض تدور حياة ساكنيه. انت بتحكي في شيء يعني مش موجود في امريكا، مش موجود في الاتحاد الاوروبي، مش موجود في الدنيا كلها هيك. وهيكم شايفين وبتسمع الدنيا وشايفين العالم وشايفين الناس. الشغله اللي كنت انت بتاخدها يعني بأدفع الاسعار اليوم انت بتقدرش تحط ايدك عليها، يعني انت بتحكي في كيلو بندوره مثلا حاجها مبالغ عاليه، يعني مبالغ، كيلو بندوره واحد، كيلو بطاطا قديش ثمنها، كيلو ليمون، الخضار نار، يعني الله يكون بعون اللي عنده اولاد وعنده اسره كبيره. كيف بده يوفر لهم؟ من وين يجيب لهم؟ من وين؟ وحول العدوان حياة سكان القطاع إلى جحيم بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية وارتفاع أسعار السلع مع قلة المتوفر في الأسواق، وذلك كنتيجة حتمية لاستمرار إغلاق الاحتلال لكافة المعابر الحدودية وفرض شروط صارمة على دخول البضائع والمساعدات الإنسانية. والله الوضع صعب والأسعار غالية، يعني الناس قاعدين بتمشوا في الشوارع بيشتروش خضرة، بس بيطلعوا زي هيك بتمشوا بروح لأنه الأسعار غالية، كيلو البندورة ب50 وكيلو البصل ب40، الأسعار نار. يعني اللي يوميته مثلا 30 شيكل ليش بده يشتري فيها مثلا؟ بده يشتري فيها ايش؟ حبتين بندورة، حبة بندورة على الفاضي. يعني الأسعار نار، جاش فيش جاش بنشوفه من الشهر للشهر لما نشوفه مرة. وفقد معظم السكان مصادر دخلهم بسبب العدوان المتواصل مما أدى إلى تفاقم وضعهم الاقتصادي، ولم يكن أمام تلك الأسر الفلسطينية سوى التوجه إلى مراكز توزيع المواد الغذائية المجانية لتأمين ما يسد رمق أطفالهم. أنا عالتكية أخذ أكل لأطعم أولادي لأنه كل إشي غالي، مش قادرة أشتري لا خضرة ولا قادرة أشتري حاجة، ولا في شغل ولا في طلع ولا في نزلة، عايشين في خيمة ولا، والواحد يعني عن جد تعب الواحد عن جد، مش عارفين ايش بدنا نسوي. صراع يومي من أجل البقاء تخوضه آلاف الأسر الفلسطينية بعد أن بات الجوع ينهش السكان والنازحين من شمال القطاع إلى جنوبه، فضلا عن غياب شبه كامل للمياه النظيفة وفقدان للرعاية الصحية، فأصبحت حياة الفلسطينيين في القطاع المنكوب تدور ما بين الموت قصفاً أو جوعاً.